بنجدد الترحيب بكل مشاهدينا، ويمكن ضيفنا النهارده هو عضو مجلس اداره اتحاد العاب القوى، اللعبه يعني ام الالعاب. وللاسف احنا في مصر ولا ميداليه اولمبيه في العاب القوى، وعلامات استفهام كبيره جدا حوالين اتحاد العاب القوى في الفتره اللي فاتت، وايه صعوبه اللي احنا ننافس، وايه الصعوبات اللي هم بيواجهوها الفتره اللي فاتت والفتره الجايه. وحظنا ان ضيفنا النهارده كان موجود في دورتين قبل كده، وموجود ان شاء الله في الدوره اللي هتبدا حتى لوس انجلوس 2028. خلينا نرحب بكابتن مجدي عبد البديع، عضو مجلس اداره اتحاد العاب القوى. كابتن مجدي منورني، اهلا بيك. ازيك كابتن محمد؟ انا ليا الشرف مع حضرتك النهارده، ويا رب تكون بدايتنا خير ان شاء الله مع بدايه الدوره ان شاء الله الاربع سنين الجايين، ان احنا نحقق اللي انت بتتكلم فيه باستمرار انت واخويا الكابتن ابراهيم المزين. ان شاء الله الف مبروك طبعا ليك، طبعا الفوز طبعا من ضمن عضو من ضمن اعضاء اتحاد العاب القوى. ويمكن خليفه بقى اسالك، احنا تقييم العاب القوى في مصر حاليا ايه مقارنه بالمستوى الاقليمي والعالمي؟ احنا عايزين حتى نتكلم في البدايه احنا فين على الخريطه العالميه. لو هنبتدي العاب القوى، جميع دول العالم بتشارك فيها، فوق ال 205 دوله بيشاركوا في العاب القوى. صناعه البطل الاولمبي والبطل العالمي في العاب القوى صعب جدا 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 جدا، لكن مش مستحيل. عشان نقول ان احنا هنصنع بطل اولمبي في العاب القوى، يبقى لازم نتوفر امكانيات زي ما بتوفر في الامكانيات الدنيا في الدول الاخرى. في موجود خامات، في موجود عناصر جيده، في لعيبه على مستوى عالي، انما اللعيبه دي عشان توصل للعالميه ونحقق ميداليه محتاجه الامكانيات فوق ما يتخيل اي حد. يعني عشان نقول متوسط اللاعب اللي بيصرف في اي دوله عربيه بيوصل الاولمبياد، تكلفه الواحد اللاعب الواحد في السنه بتعدي ال 4 مليون جنيه. طب حضرتك بتتكلم ماليا، خليني اسالك يعني سؤال اشمل شويه. اتفضل. يعني ايه هي ابرز المشاكل والتحديات اللي بتواجه لعبه العاب القوى في مصر؟ رقم واحد الماليات، الدعم المادي. الدعم المالي هو رقم واحد. الدعم المالي عندكم في الاتحاد جاي من الوزاره بس، ولا ليكوا مداخيل تانية؟ نتكلم، هو جاي من الوزاره رقم واحد. بالنسبه لاتحاد العاب القوى ما عندناش دعم غير من خلال الدوله الممثله في وزاره الشباب والرياضه. ويمكن ده يعني على استطاعه الدوله وظل الظروف الاقتصاديه والتحديات اللي بتواجه الدوله، هي بتوفر كل ما لديها من امكانيات، لكن من الصعب صناعه بطل اولمبي يحصل على ميداليه. انما سهل انك نخش من الثمانيه، انما صعب نحقق ميداليه. عشان نوصل لميداليه لا، محتاجين شغل تاني، ومحتاجين نطور من نفسينا في حاجات احنا بدانا فيها بالفعل قبل ما نعقد مجلس الاداره بالصفه القانونيه. احنا لسه ما نعقدناش، لسه يمكن الاجتماع اللي جاي، التصديق على الجمعيه الاولمبيه لسه طالع من اللجنه الاولمبيه، ووصل الاتحاد امبارح، وان شاء الله هنجتمع. بس احنا شغالين خليه نحل برئاسه العميد حاتم فوق، ده شخصيه محترمه وجميله، ابن اللعبه كلاعب، كدارس كماجستير ودكتوراه، وشاب في استطاعته في المرحله اللي جايه ينهض بالعاب القوى ويكمل المسيره اللي بداها الدكتور سيف شاهين منذ 8 سنوات. ده رؤيتي. وصناعه البطل الاولمبي، عشان ارجع لحضرتك، عشان نجيب ميداليه ونشوف فرق بينه وبين اي دوله اخرى، ان اللاعب في اي دوله عربيه عندها امكانيات 5 مليون جنيه في السنه. ويمكن عندنا بعض اللعيبه المتميزين اللي حققوا بطولات عالميه من ابناء مصر، وعلى سبيل المثال اخو بسنت حميده النهارده هو عامل تاني عالم، ومن اللعيبه المتميزين، كان بيلعب في مصر وسافر لقطر وتجنس هناك بسبب قله الامكانيات. طبعا مصر ولاد، احنا مش هنقف على اخو بسنتة وهنقف على الاخواتها الاثنين اللي محققين حاجات كويسه، بس احنا بندي نموذج. الماديات والفلوس هي الاقرب لصناعه البطل. عندك فلوس هتجيب خبراء، هتجيب مدربين، هتجيب لاعبين، هتصفر معسكرات، هتعمل وحدات تدريبيه على مستوى عالي، عندنا مدربين على مستوى عالي، هنجيب خبراء من بره، هننهض بالعاب القوى المصريه في المرحله اللي جايه. ده بالنسبه للي حضرتك بتتكلم فيه. طب خليني اسالك عن اصلا انتخابات الاتحاد، ايه اخبار اجواء كانت ايه الاول؟ يعني هل الاصوات كانت متقاربه في المنافسه على الرئاسه؟ الاعضاء كانت ايه الاخبار؟ وبرضه عايز اعرف منك مطالب الجمعيه العموميه. يمكن الجمعيه العموميه اتكلمت اكيد مع الاتحاد، واكيد طبعاً كان ليهم مطالب طبعا عشان تطوير اللعبه الفتره الجايه. طبعا بالنسبه للانتخابات، بفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن احنا فوزنا فوز ساحق بثقة الجمعية العمومية في أعضاء المجلس الحاليين. ويمكن طبعا الدكتور سيف لما لقي إن
انه ما عندوش الفتره اللي جايه دي عايزين يضخوا دم جديد، فالراجل تنازل عن المنصب وقدم اعتذار لمعالي الوزير، واتفقنا كلنا على ترشيح العميد حاتم فوده بوعيه وثقافته، قلت لحضرتك، والخبره الدراسيه كماجستير ودكتوراه في الاداره الرياضيه، مع وجوده على منظومه القوات المسلحه كمشرف على قطاع العاب القوى في القوات المسلحه، وحقق العديد من الانجازات في الفتره الماضيه. عنده سالم محمد سالم كان من ابطال مصر في ال 800، عنده سالم، عنده بسنت، عنده روان ايمن صاحبه الميداليه الفضيه في الاولمبياد الشباب، مؤسسه عسكريه عندنا ما شاء الله، يعني عندنا احمد طارق صاحب الميداليه الذهبيه في دوره الميداليه الفضيه في دوره البرازيل للشباب. ففي هو جاي من منطقه، من مكان عنده الاجواء والمناخ في صناعه البطل، راجل عنده تجارب كتيره ناجحه. ده مصطفى طبعا، دي لاعبتنا المحترمين الكبار، مصطفى عمرو ده التامل على العالم في الاولمبيات اللي فاتت، مصطفى عمرو، لكن ظروف الاصابه انت عارف حضرتك، مشروع بطل مصطفى بصراحه، مصطفى بطل كبير، ويمكن لو طفرت ايه الامكانيات، هو قليل المطالب انما كثير الانجازات. لاعب متميز بالهدوء والخلق، مع مش مشاغب، ما عندوش ما بيفتريش على المنظومه بتاعته، بيشتغل في صمت، بيتمرن على مستوى عالي لولا الاصابه. وده طبعا محمد مجدي بطلنا الكبير، يعني هو ومصطفى عمرو في منافسه شرسه مع بعض، ودول لعبتنا شيرين، ودي طبعا بسنت حميده اللي ان شاء الله مصابه دلوقتي. نعم، مصابه ولا رجعت من لا الإصابة؟ الحمد لله، يا رجعت من شهر بعد الاولمبيات، ويمكن راحت اتعالجت في المانيا على مستوى عالي. الاتحاد ما بخلش عليها من خلال وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، عطى كل الدعم لبسنت، والحمد لله هي بنسبه 90% هي جاهزه في الفتره الحاليه ان شاء الله، وهنشوفها قريب بتحقق نتائج كويسه جدا. هي ايه سبب تعرض بسنت لاصابات كتير؟ يعني يمكن دايما ما بيبقاش ليها نصيب، يعني الناس عرفت بسنت، يعني او بسنت نجمها لمع لما كان في بطوله البحر المتوسط بالظبط الذهبيه، بعدها للاسف تعرضت لكذا اصابه ورا بعض وما كانش ليها نصيب ان هي تشارك في الاولمبياد. حضرتك بسنت مش من اللعيبه المتخاذله خالص جدا. لا لا، انا نهائي. على فكره انا لا اوجه اتهام طبعا، اتكلم لا سبب الاصابات، هل مثلا ما بتتعالجش كويس؟ ده ممكن في الفتره اللي فاتت فعلا ما كانتش بتتعالج كويس، بس انت كانت مستعجله ان هي تبقى مشاركه في دورات في دوره العاب الاولمبيه باريس، بس انت بتستعجل ان هي تشارك. هو حلم، استحاله لعيب مش هيشارك في الاولمبياد، ده حلم لاي لعيب طبعا. بالظبط، حضرتك كده بتستقتل استقتال جامد جدا، وبتتمرن بعزيمه، يمكن ما بتستناش لما حاله الاستشفاء التامه للاصابه. ويمكن في الفتره اللي فاتت احنا اكدنا عليها ان هي لازما يكتمل علاجها بره، اتعالجت في المانيا في مكان كويس وعلى اطباء جامدين جدا، وانا شايف ان حالتها الصحيه وهي عملت ماتش واتنين ماشيه كويس بطريقه متميزه، انما هي مش متخاذله، هي اللعيبه دي عايزه تحقق ميداليه، هي ايه طموحات اي بطل؟ هل هي عايزه الشو الاعلامي بتاع دوره البحر المتوسط والكلام؟ لا طبعا، بس انت عامله ميداليتين في دوره العاب الافريقيه 2019، كانت مستعده تشارك في السن واحنا في اقرا في غانا، كانت ممكن تحقق ميداليتين وارقامها بتقول كده. لا بس انت لعيبه متميزه لولا الاصابه، ويمكن انا بشفق عليها، وحالتها النفسيه في المرحله اللي فاتت ما كانتش تمام، انما انا شايف ان هي جايه بقوه في المرحله اللي جايه. هل معانا معد نفسي مع اللاعب؟ يعني لعبه العاب القوه لعبه رقميه، فبالتالي يعني بتحتاج معد نفسي وذهني لازم يبقى موجود مع اللعيبه، لازم طبعا يعني اكيد بيبقى ليه بعض المؤخذات، الادوات اللي بيستخدمها بالزبط، علشان يقدر يطلع منهم احسن حاجه. بالظبط، عندنا معد نفسي في الاتحاد ولا ما عندناش؟ بس انت عندها بسم الله ما شاء الله كل حاجه، يعني بس انت ان اللعيبه، واحنا كاتحاد طبعا عندنا خبير في التغذيه، عندنا طبيب خاص بالمنتخب، عندنا معالج نفسي، عندنا بس انت بالذات، يعني انا بقول لحضرتك حاجه كويسه جدا طبعا، هي ويمكن ميزتها ان ارتباطها بزوجها كمدرب بيحفزها اكتر على الانطلاقه للعالميه بسرعه، وده يمكن حافز كبير بالنسبه لبسنت انه زوجها هو المدرب بتاعها، وانا بشهد له بالكفاءه العاليه انه بيطور بسنت باستمرار.
طب كابتن مجدي انتوا اجتمعتوا ولا لسه المجلس الجديد؟ بصراحه احنا لسه ما اجتمعناش، بس احنا مجتمعين يوميا في اتحاد العاب القوه. يمكن وانا قبل ما اخش الاستوديو كنت مع اتصال مع سياده العميد حاتم فوده، موجود في الاتحاد لحد دلوقتي، لانه طبعا بيخلص شغله في الجيش، وبعد ما بيخلص شغله في الجيش بيطلع على الاتحاد ل 11 و12 بالليل، بيجري بسرعه الصاروخ، بينطلق في جميع الملفات. ويمكن الملف الشغل الشاغل بتاعه دلوقتي المرحله اللي جايه. المرحله ما هي بقى اسالك على كده، ايه هي اولويات مجلس الاداره الجديد لاتحاد العاب القوه؟ اولويات مجلس الاداره توفير ملعب متخصص لاتحاد العاب القوى لتدريب المنتخبات القوميه بجميع مراحلها السنيه اللي احنا كنا مفتقدينها في المراحل اللي فاتت. عندنا ازمه في الموضوع ده. الملعب، ما فيش ملعب في مصر يصلح لاقامه بطولات الجمهوريه. في ملاعب تدريب كتير. انا متهيألي بتاع قناة السويس تقريبا ده الوحيد. ما فيش على هيئه قناه السويس، وده تكلفته غاليه. يعني انا عشان اروح اعمل بطوله جمهوريه ادفع لي ربع مليون جنيه، اجيب منين؟ طب وبتاع المعادي ده ما بتاع المعادي معالي الوزير يمكن وعدنا في خلال شهرين هيتم. انما احنا املنا يمكن في سياده العميد حاتم عمل ملف خاص بالملعب، يمكن ملعب استاد القاهره الفرعي. بنجتهد وان شاء الله من خلال كاميرا حضرتك والقناه بنناشد معالي الوزير ان يوفر لنا الملعب الفرعي لاستاد القاهره اللي بيتدرب عليه لعيبه الرن، وفي ترتان جاهز ناقص على التخطيط. ده لو اتوجد واتخصص لالعاب القوى المصريه، زي ما في المغرب موجود خمس ست ملاعب في كذا محافظة في المغرب، في معسكرات مغلقة، الملعب بالفندق بالتغذية بالإقامة بالأطباء بالمدربين، دول موجودين في دولة زي المغرب. ممكن حضرتك رحت أو سمعت، وأنا رحت وشفت إن ملاعب منتشرة وفي عندهم معسكرات مستمرة، اللعيبة ما بتسيبش المكان. أتمنى إن ده يتحقق يعني في المرحلة اللي جاية. يعني لعبة القوة هي أصلا بتعتمد على فكرة المعسكرات الطويلة. طبعا لان ده معسكرات طويله عشان توصل بمستوى اللعيب وادائه لاحسن حاجه ممكنه. بالظبط. فممكن معسكر يدخل في شهرين ثلاثه عادي، ثلاثه، وممكن يقعد سنه كامله لو احنا عايزين نطور. اللاعب الثانيه بتفرق، الجزء من الثانيه بيفرق، السنت بيفرق. بالظبط. في التاهيل يعني احنا كانت طموحاتنا المره دي ان احنا كان يتاهل عندنا ست لعيبه، والحمد لله بفضل الله اتاهلوا ست لعيبه، والمره اللي فاتت اتاهل عندنا خمسه، وده بيدل على ان الاتحاد احنا جاهزين للتاهيل عشان ننقل لمرحله الانجاز والميداليه والدخول في المربع اللي او في الثلاث ميداليات. محتاجين شغل كتير. احنا عندنا افكار وعندنا تطورات وعندنا طموح وعندنا خطط، لكن محتاجين الدعم. يعني هو اول اولويه بالنسبه لكم هو توفير ملعب. بالزبط. عشان تقدروا يبقى التمارين بتاعت الولادنا كلها موجود عليه. بالزبط. ويتعمل عليه كل المنافسات، سواء بقى مدمار، سواء الرمح، سواء. بالظبط. هو الملعب الوحيد دلوقتي اللي موجود عندنا. عندنا صاله جيم موجوده داخل استاد القاهره. دي اللي بنتمنى البقاء عليها، واتمنى ان هي تبقى مجانا لاتحاد العاب القوى والمنتخبات، لان ده بيصب في مصلحه اللعبه. انا باخد دعم مليون جنيه ما بيكفينيش الدعم، بتكلم على مش دعم الاولمبي، بتكلم على دعم كاتحاد. ما عنديش موارد تانية. لعبتنا فقيره، لعبتنا ما بيخشهاش ذو اللي عنده امكانيات ماديه، لعبتنا بيجي فيها اللي اقل مستوى في المعيشه. يعني هل موضوع غياب الثقافه الرياضيه عند الناس او الوعي الرياضي باهميه لعبه زي العاب القوه ده احد الاسباب اللي عدد الممارسين للعبه قليل في مصر؟ عايزين برضه نعرف رقم الممارسين للعبه في مصر قد ايه تقريبا؟ احنا يا فندم عندنا دلوقتي على السيستم الخاص بالاتحاد احنا عندنا حوالي 60,000. 60,000 ده اللي على السيستم. هل كله ده بيمارس؟ لا طبعا مش كله بيمارس، اللعيبه متسجله. لا ده لو حتى كله بيمارس اصلا دي يعني قليله جدا. قليل جدا. انا عايز افاجئ حضرتك بحاجه، ويمكن دي مع بدايه ان شاء الله الدوره. انا ماسك ملف مهم جدا، يعني تنسيق مع مجلس الاداره وسياده العميد وبتوجيهات الاتحاد الدولي وبتوجيهات الدوله، ان احنا نشتغل على قاعده الكيدز، اللعيبه الاطفال. احنا في المرحله اللي جايه عاملين ورش عمل كتيرة جدا ومتكررة في كل المحافظات. هننشر كيدز في كل المحافظات من خلال وزارة التربية والتعليم في المرحلة اللي جاية. هنروح لكل ولد في المدرسة من أول أولى ابتدائي لحد ستة ابتدائي، هنشوف أسرع ولد وأسرع بنت في أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة. هتبقى على كل مستوى إدارة تعليمية، ثم على مستوى المحافظة، ثم على مستوى الجمهورية، لالتقاء أفضل العناصر اللي هم دول اللي نواه مصر في المرحلة اللي جاية. والكلام ده أنا مش بقوله إنشا، يمكن برضو أنا عامل اجتماع موسع مع سيادة العميد رئيس الاتحاد يوم الخميس في خطة موضوعة إن احنا ننفذ المشروع ده. على وعسى نكمل المشروع اللي قايمة بيه الدولة دلوقتي اللي هو مشروع الموهبة الرياضية،
اللي ناجحة حتى الآن في وزارة الشباب والرياضة. البطل الأولمبي. البطل المشروع الموهبة الرياضية والبطل الأولمبي. وزارة الشباب يمكن تبنت المشروع ده من كذا سنة. إنما أفرز يعني عطى طفرة كبيرة في لاعبتنا اللي موجودين. في عناصر جديدة موجودة في المنتخبات القومية في مختلف الألعاب، محقق بطولات عربية وأفريقية وإن شاء الله عالمية. بقول إن سيادة الوزير اهتم بالمشروع ده، هيبقى ناجح بإذن الله ويكمل مسيرته. وإحنا من سكتنا ومن الناحية التانية بدعم الدولة وبتعليمات فخامة الرئيس إن الرياضة أمن قومي، وإن نهتم بالمرحلة اللي جاية والتغيير اللي حصل اللي موجود في الاتحادات. أعتقد إن بنسبة كبيرة أتمنى من الله ربنا يوفقنا وننهض بألعاب القوى المصرية ونوصل للمدينة الأولمبية اللي حضرتك بتطمح فيها، واحنا قبل من حضرتك والشعب المصري كله. احنا بنتكلم ان شاء الله هتقوموا الدور اللي كان بيتعمل زي دور الكشافين كده، انتوا تعملوا بس على مستوى المدارس، تبداوا بقى بحاجة منظمة. بالظبط. مسابقات منظمة للولاد الصغيرين، مسابقات جري. بالظبط. او يعني ايا كان المسابقات هي ايه؟ في بعض المسابقات هتتنفذ على الأعمار السنية من أولى وثانية وثالثة ابتدائي، والمرحلة الثانية رابعة وخمسة وستة هنشتغل يعني عليهم بشغل تاني. انما انا يعني الموضوع ده الاتحاد الدولي كان عطونا من كام شهر، وما كانتش موجودة الفرصة لضغوط الاتحاد في التأهيل لعبتنا في الاولمبيات اللي عدت دي. تمام. عاوز اعرف منك برضو يعني موضوع ان احنا لعبة ارقام، سواء ثواني او سنتيمتر او متر او الكلام ده كله. بالظبط. عندنا في مصر هنقدر نلاقي الولاد دول؟ يعني مثلا احنا عندنا مثلا كينيا واثيوبيا والكلام ده اللي هو الدول اللي هي في افريقيا تحت. بالظبط. ليه ما ندورش في اسوان والنوبه والكلام ده؟ اكيد الفكره اتعرض عليكم، او اكيد انتوا بتفكروا في كده، ممكن نلاقي الولاد اللي فيهم امل ان هم ممكن يبقى موضوع سباقات الجري ده عندهم. بالزبط. كويسين. هل عملنا كده او مفكر نعمل كده؟ حضرتك من اول الفيوم، وانا مش بتحيز عشان من محافظه الفيوم لحد اسوان، الفيوم موهوبة بمسابقات المشي. ولو اهتمنا بيها وجبنا خبر على مستوى عالي يعلم التكنيك الصح، وده اللي بتعاني منه مصر، ان احنا ما عندناش مدربين على المستوى العالي بالنسبة لمسابقات المشي. هننطلق من بني سويف، عندنا لعيبة، ويمكن في الفترة اللي فاتت كان عندنا لاعب وصل لل 8 متر في الوزن الطويل اسمه براء، كان بيلعب في النادي الاهلي، ولكن للأسف في ناس في مصر من المدربين الحاليين اللي بيشتغلوا في البلاد العربية بيخطفوا لاعبتنا ومن ورانا وبيجنسوهم بطريقة بأخرى للاستفادة من وراهم ماديا، وده أكبر خطر بيواجه مصر. ويمكن لعيبة أنا مش عايز أذكر أسماء على الهوا، دول اللي عندها كام لعيب تقريبا متجنس؟ دول اللي بيهاجموا الاتحاد، عندنا بتاع 7 8 7 لاعبين مجنسين بره او 8 متجنسين بره. اللعيبة دول بيوصلوا 8 متر في المرحلة اللي فاتت دي. ده انا بتكلم على جزء من بني سويف، في مدرب في بني سويف انا بشوفه حضرتك، لو معايا الفيديوهات هوري حضرتك، بيمرن في مدرسة على مراتب قطن بجهاز وزن، بيلاعب زانة، عنده ابطال مصر في الزانة. طب المدرب لا اسمه كابتن احمد طه، لو وفرنا له كل الامكانيات المطلوبة لصناعة البطل الاولمبي، انا اوعد حضرتك انه هيبقى عندنا بطل اولمبي في الزانه وفي الوزن العالي. طبعا احنا بنتكلم في 8 لعيبه دلوقتي اتجنسوا، ايه طيب الاجراء اللي كان خده اتحاد العاب القوى الفتره اللي فاتت؟ حضرتك كنت برضه جزء من الاتحاد. تمام. عشان نوقف الموضوع ده. اللعيبه دي اكيد كانت لعيبه بتلعب عندنا في الاتحاد ولعيبه منتخب والكلام ده كله، وفجاه اللعيب بيمشي. حضرتك ده سيستم الاتحاد الدولي. يعني انا كاتحاد لا انا حافظ على ابني ده ازاي؟ حضرتك لو وفرت له الدعم والامكانيات عمر اللاعب ما يمشي، بس انا مهما اعطيت له مش هيجي جزء على 1 من 10. انا برضه هنوم عليك برضه يا كابتن مجدي في حاجه. اتفضل. بعض الاتحادات هنا في مصر زي اتحاد الخماسي مثلا، اتحاد السلاح، اتحاد الرمايه، بيدوروا على سبونسرز. تمام. لان الالعاب دي برضه بتصرف، والعاب القوى لعبه بتصرف. طبعا. ليه ما كانش عندكم خطه ماركتنج انك تروحوا لسبونسرز؟ وفي عندها شركات كبيره وموجوده في مصر وبنوك وعندهم دور مجتمعي تجاه. تمام. الرياضه في مصر. تمام. وبيعملوا كده فعلا وبيصرفوا ولقوا النجاح ده. يعني ابطالنا اللي حققوا ميداليات معظمهم كان عندهم سبونسرز لشركات مصريه فعلا بتصرف عليهم، ليه ما رحناش للاتجاه ده؟ طب نتطرق للموضوع ده، والموضوع ده حضرتك بتتكلم في ملف مهم جدا وحيوي. الشركات والانديه والرعاه اللي موجودين على مستوى مصر بيلعب بيرعى البطل الاولمبي اللي هو متاهل، اللي هو خلاص وصل للقمه. طب انا عايز اصنع بطل من تحت والاقي دعم للابطال اللي موجودين، يخش الدعم ده للاتحاد. لا مش كله على فكره، مش كل الولاد اللي هم بيرعوهم اللي بيسافروا اولمبياد بس، لا في عندهم ده مجموعه كبيره. اديني مثل. لا لا لا، في الاتحاد الخماسي. اتحاد بيلعبوا الخماسي بيلعبوا بطولات عالم يا فندم. بس مش الاتحاد الخماسي بيجي له الرعاه نتيجه ان كل الفلوس بتروح للابطال الكبار ما بتروحش للاعيبه الصغيرين.
انا كاتحاد العاب القوى لعبه فقيره. اللاعب بتاعي انا بجيب اللاعب من زي ما حضرتك بتتكلم من اسوان والاقصر، مش لاقي جزمه يلبسها، اللاعب بيلعب حافي. انا بكا يا كابتن مجدي في انا لو جبت عملت يعني بزنس ستادي كده، دراسه ماليه للعيب، مثلا سي لعيب اسمه محمد فؤاد، اللعيب ده بروح مثلا لشركه اكس او بنك اكس، تعالى انا اللعيب ده عندي ولد بروميزنج جدا واعد، الواد ده ممكن يبطل ام بي، انا هصرف عليه في السنه الاولى كذا، وهصرف في السنه الثانيه كذا، السنه الثالثه احنا خلاص احنا لسه بنبدا دلوقتي ومعانا اربع سنين. تمام. سي المبلغ يتقال عليه مثلا 5 مليون ده او كده، والبطل ده هيعلق ميداليه في الاخر. تمام. هنلاقي والله العظيم شركات وبنوك ان هي تقف معانا، خاصه لعبه العاب القوه دي لعبه يعني احنا كلنا كمصريين بنحب يعني كلنا بنحب العاب القوه. طبعا هي اساس نملاقي. كل الالعاب ام الالعاب، هي ام الالعاب والقاعده الاساسيه لاي نشاط بيتم. فلازم نتعب بالزبط. انا بتكلم على اتحاد العاب، لازم يتعب ولازم يروح ويعرض على طبعا. شركه واثنين وثلاثه وبنك اربعه وخمسه وسته، وحضرتك بتقول هو مصطفى عمرو ومحمد مجدي وبسنت، دي اسماء كبيره احنا نقدر نجيب عليها سبونسرز. السبونسر بيجي للاعب، اللاعب بياخد الفلوس ليه شخصيا، يجي بعربيه يشتري شقه بيأمن مستقبله. لا 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 لا، ازاي الكلام ده يا فندم؟ انا بقول لحضرتك ده واقع حضرتك يعني. لا. ده لو جه مثلا سبونسر لمصطفى عمرو قال له هصرف عليه 5 مليون، هيديهم له فيه 5 مليون؟ طبعا. لا. يا فندم حضرتك ارجع للمنظومه فعلا. لا هي المنظومه لو كده اصلا المنظومه غلط، يبقى طب ما هي مليون في المية غلط. لا انا اتكلمت على الموضوع ده، السبونسر اللي بيجي للاعب بياخد ال 5 مليون، خد المليون، خد ال 2 مليون، بيروحوا فين؟ بيروحوا للاعب بيشتري عربيه وبيشتري شقه. انت حضرتك ما بيصرفش على نفسه من الفلوس. حضرتك متاكد بالكلام ده؟ طبعا اي فلوس بيتصرف على اللاعب مش من السبونسر، بيتصرف من خزينه الدوله. طيب. ممثله في وزاره الشباب والرياضه اللي بتدعم الاتحاد. هات لي لاعب، انت النهارده بنتكلم على مصطفى الجمل مثلا، مصطفى الجمل اتصرف عليه مليون و800 من خلال المستندات اللي موجوده. هنكمل النقطه دي، بس خلينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات برنامجنا مع الكابتن مجدي عبيه عضو مجلس اداره اتحاد العاب القوى. طبعا الحديث طبعا في الفاصل مع دكتور مجدي كان ساخن جدا على موضوع الرعايات والفلوس والكلام ده كله، فغالبا هتطرق ليها بس في حلقه ثانيه، لان اللي انا او اللي احنا فاهمينه كلنا ان الرعايات دي بتروح او بيبقى في وسيط بين المؤسسه اللي بترعى اللعيب واللعيب نفسه عشان توجه، وتبقى حد من الاتحاد عشان يوجه الرعايات دي مظبوط في مكانها الصح، معسكرات او كده. كابتن مجدي بيقول ان الموضوع ده لا، ده بيروح شخصي للعيب بالظبط. فخلينا نشوف الموضوع ده ان شاء الله، يبقى يعني حلقه للمناقشه ان شاء الله. بس في ايه، انا عايز اوضح جزئيه. كل لعيب بيمثل مصر، انا هتكلم على اتحاد، انا كاتحاد العاب القوى، فلوسه ودعمه ومعسكراته وفيتاميناته واكله وشربه وطيرانه واقامته داخل اي مصر وخارج مصر جاي من وزاره الشباب والرياضه لاتحاد العاب القوى اللي بيتصرف على اللعيبه. مفيش دعم من اي شركه بيخش الاتحاد، وانا يمكن مش مقتنع زي حضرتك الفلوس لازم تخش في الاتحاد، يبقى فيه نظام الصواب والعقاب. النهارده اللاعب بياخد الفلوس وبيعتمد على انه خد المبلغ ده خلاص ومضى مع السبونسر، وبيوصل لمرحله التأهيل. في لعيبه عارفه تتأهل ازاي كويس. بما بعد التأهيل انا مش شايف ان في طموح عند لاعبه اللي يحقق ميداليه. طب لو عايز يحقق ميداليه، طب ما يصرف من الدعم السبونسر اللي هو واخده. تمام. يمكن حتى بعد بعد باريس 2024 لما كان الناس كلها بتتكلم معايا احنا لازم نحاسب الاتحادات ونشوف فلوس راحت فين والكلام ده كله، انا كنت بتكلم وقلت يا جماعه ماليا كل الفلوس اتصرفت في المعسكرات لصالح اللعيبه، ومفيش اي مشكله خالص في موضوع الفلوس ده، لانها اتصرفت في محلها الطبيعي وفي مكانها الطبيعي. واكتر كانت المحاسبه كانت لازم تكون فنيا، الاتحاد الاخفق، الاتحاد اللي لم يوفق كان لازم يعتذر، ومعظم الاتحادات كانت لازم الناس اللي لم توفق فيها كانت لازم تعتذر عن دخول انتخابات بتاعت السنه دي. لكن خلينا نستنى ان شاء الله يبقى لازم يكون حضرتك ليه اسباب. ليه يا فندم؟ انا ما قلتش ان انا هجيب ميداليه، انا قلت لا. ان انا هعمل انا عندي حصل. واحد اثنين ثلاثه تأهيل، صناعه البطل الاولمبي في العاب القوى والبطل العالمي محتاج لامكانيات. انا عندي خطه، انا هطبع العاب القوى للعالميه والاولمبيه وحقق ميداليه. طب احنا كنا وصلنا للعالميه مع هاب عبد الرحمن في الصين في 2014 في دوري ميسي، وكان حقق ميداليه. تمام. دي ميداليه الوحيده في دولاب، يعني في دولاب بطولات العاب القوى. تمام. تمام. هل ايهاب عبد الرحمن يعني نعتبره ان هو ضحيه للعبث الاداري مثلا في الاتحادات او في المنظومه عامه؟ لا طبعا. امال ايه اللي حصل لايهاب؟ ايهاب عبد الرحمن مصاب من بعد البطولات دي. النهارده خلي ايهاب في مستواه، النهارده رقم العالم داخل على ال 100 متر، ال 100 متر رمي في الرمح، ايهاب 89،
حتى لو هدف اعلى مستوى مع احترامي انه بطل كبير وحقق لمصر اللي ما حقوش اي لاعب، بس برضه لازم نبقى واضحين وصراحه. السن دي حدود، الاصابات اللي عند ايهاب، عنده اصابه كبيره في دراعه مش هتخليه يوصل للاولمبيات ولا الارقام اللي كان بيعملها قبل كده. البطل الباكستاني ولا الهندي لما وصل للعالميه وصل ازاي؟ هي صدفه. لاعب طلع صدفه تبنوه واهتموا بيه ووصلوه للاولمبيات. انا في حوار كان من خلال اللاعب في التلفزيون انا سمعته في احدى القنوات بيتكلم عن ازاي اللعيبه بتسافر البطولات، هل كل اللعيبه اللي متاهله للاولمبياد بتسافر على حساب الدوله؟ لا، اللاعب اللي راح يعمل ميداليه بس هو اللي بيسافر على حساب الدوله، اللاعب اللي عايز يكمل مشواره سافر على حسابه. انا كان موضوع البطولات المعسكرات الخارجيه دي، انا فاكر ايام كابتن حاتم مرسال كان في معسكرات في السنغال، بتحصل في السنغال وفي جنوب افريقيا، كان بيروح فيها ابطال العالم كلهم هناك وبيتنافسوا في السنغال وفي جنوب افريقيا. بالظبط. ليه احنا ما بنعملش الكلام ده دلوقتي؟ برضه دعم مالي برضه يا فندم. انا ما عنديش دلوقتي في الوقت الحالي، انا عندي 10 جنيه بقسمها على العشرة اللي طالعين اللي هم المتاهلين. اللاعب اللي بيطلب معسكر، هات طلب مدرب اجنبي من بره، وافقنا، بعد ما وافقنا ايهاب رفض. انا برضه مش بقطع في ايهاب ولا انا ضد ايهاب، لا ايهاب بطل كبير وله كل الاحترام والتقدير، انما حضرتك الدنيا بتتطور. انا مجدي وانا عندي 40 سنه غير وانا عندي 30 وانا عندي 20. الاصابات اللي بتلاحق ايهاب والكابتن مصطفى الجمل اصابات كبيره. كابتن مصطفى الجمل عنده اصابه في الركبه، مش مع احترامي مش هيزيد عن، هو في عز مجده عمل 81. طب خليني اقول دلوقتي بيعمل كام؟ ده في عز مجده. كابتن ايهاب في عز مجده عمل طب النهارده بعد تقدم العمر والناس النهارده داخله في ال 100 متر وداخله في ال 85 وال 87 في المطرقه، احنا فين؟ طب خليني اسالك عن سؤال بس عشان وقتنا ضيق، هل حطيتوا خطه او ليكوا خطه طويله المدى؟ حطيتوا اهدافكم ايه خلال الدوره ان شاء الله الدوره الانتخابيه؟ ولا لسه الكلام ده هتعلنوا عنه؟ المفروض حضرتك كل اتحاد يعلن عن خطته. حضرتك احنا ما زلنا بنتكلم وبتناقش وبنشوف سلبياتنا اللي عدت ايه وبندرس المواقف القديمه ايه. الوقت انا مش جاي هنا يا فندم، الوقت هياخدنا لان نفسها دخلنا في 25 رسميا، انا ما استلمتش 26 بدات ما تفكرش. انا بكلم حضرتك وبقول لك ان في خليه نحل في اتحاد العاب القوى دلوقتي، والله انا بكلم كده مش بجامل العميد حاتم. لا انا عارف العميد حاتم على فكره راجل شخص محترم جدا وغضب وعلى مستوى القياده العسكريه من القيادات الناجحه يعني. بالظبط. حضرتك الخطوه بتاعته ب 10. احنا بنشتغل، لو احنا بنمشي خطوه هو بيجري بسرعه الصاروخ. عمل ملف كامل عن الملعب وعن اللعيبه، واحنا دلوقتي داخلين على موسم البطولات المؤجله، يعني بطولات الكاس بنجهز دلوقتي عشان نطلع هنلعب بطولات 16 و18 اللي منها لاعبتنا هتشارك في الاولمبياد الشباب 26 ان شاء الله. يكون لنا ان شاء الله لقاء تاني ان شاء الله في حاجات جديده ان شاء الله. اتمنى ذلك ان شاء الله. يبقى اللقاء الجاي ان شاء الله باذن الله في عرفنا ان شاء الله طموحنا ايه وخطتنا الجايه ايه، وكل التوفيق طبعا لاتحاد العاب القوى ان شاء الله في الاربع سنين جايين، ونلاقي عندنا بطل اولمبي من العاب القوى ان شاء الله باذن الله باذن الله. وتدعوا العميد حاتم هتستمتعوا بكلامه ان شاء الله وهتستمتعوا بارائه وافكاره اللي جايه. اكيد يبقى في فرصه ان شاء الله يكون موجود معانا. هو احنا في ظهره وهو معانا، وان شاء الله المرحله اللي جايه هتبقى حاجه كويسه. وبشكر من خلال كاميرا حضرتك الاستاذ الدكتور صف الله شاهين رئيس الاتحاد الاسبق، اللي هو يعني مهما اوصف هو عطل العاب القوى كتير، واتمنى له مزيد من الصحه والعافيه ان شاء الله. كل التوفيق ليك كابتن مجدي عبد الله. شكرا جزيلا ليك عضو مجلس اداره اتحاد العاب القوى، كنت ضيف عزيز علينا. بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا، كنا معاكم في حلقه من بناء ابطال. كل التوفيق ليكم والى اللقاء.